لدي زوجة كانت لا تعرف الصلاة ولا الصيام ولا الواجبات الدينية أو الزوجية، ولكني قمت بتعليمها كل شيء إلا أنها لا تلتزم بأداء الصلوات بل تتركها أحيانا كثيرة وتسخر مني حينما أعلمها أو آمرها بالصلاة، فما الحكم في الاستمرار معها نظرا لصعوبة أمر الزواج من غيرها من الفتيات الصالحات لغلاء المهور التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة؟ لا يجوز الاستمرار مع امرأة هذه صفتها، تستهزي بالصلاة وتضحك من يأمرها بالصلاة تترك الصلاة، فهذه كافرة، لا يجوز البقاء معها. قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويقول تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذه كافرة ما دام أنها لا تصلي وتسخر من الصلاة ومن الأمر بالصلاة، هذه كافرة لا يجوز لك البقاء معها. وأما قولك بعسر الزواج، أمن الله سبحانه وتعالى ييسر الخير، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الحاصل أنه لا يجوز الاستمرار معها على هذه الحالة ما دام أنها لم تتب إلى الله عز وجل حافظ على الصلاة، فإنها لا تكون زوجة للمسلم، ولا يجوز للمسلم أن يمسكها. نعم. لعلكم تسدون نصيحة إلى بعض أولياء الأمور الذين قد يغالون في المهور مما يسبب مشكلة في طريق الزواج. مسألة المهور لا شك أنه ينبغي تيسيرها وتخفيفها، لأن القصد من الزواج ليس هو المهر، وإنما القصد مصالح الزواج وما يترتب عليه من الخير للمجتمع وللزوجين. فالمغالاة في المهور مغالاة تمنع أو تعرقل طريق الزواج، هذا أمر لا ينبغي للمسلم أن يفعله، بل المطلوب شرعا تسهيل أمر الزواج وتيسير المهور وعمل كل الوسائل التي تشجع على الزواج لما فيه من المصالح. ولا ينبغي أن يتخذ القدوة من الناس الذين لا يصلحون للقدوة، من الجهلة والجشعين الذين يرفعون مقادير المهور إرضاء لشهوتهم أو مباهات أو غير ذلك من المقاصد السيئة. لا شك أن إغلاء المهور ورفعها على المتزوجين هذا مما يعرقل الزواج ومما يسبب الفساد، وينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذا ولا ينساقوا وراء التقاليد الفاسدة والمباهات والإسراف والتبذير. أضف إلى ذلك أن الزواج أيضا يكتنفه تكاليف أخرى من الولائم والبذخ وشراء الأقمشة والمصاغات الكثيرة التي لا يقصد من ورائها إلا المباهات وإثقال كاهل الزوج. كل هذا من المغالاة ومن الآثار والأغلال التي يلقيها شياطين الإنس والجن في طريق الزواج ليحصل بذلك تعطيل هذا السبيل النافع للمجتمع. نعم.